ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا. أكيد نشكر زميلتنا رشا السيد على هذا التقرير ووقفة حول الاستئصال الوقائي للثدي السليم، ما حول هذه المناقشات يعني دائما، والحديث النفسي لكل سيدة قد تشكك من العامل الوراثي أنه هي قد تصاب بهذا المرض، عفانا الله وإياكم. هل اللجوء أو الحل الأساسي أو الحل الأول أو القرار الأول هو استئصال الثدي السليم؟ حول هذا الموضوع يسعدنا أكيد أن تكون معنا الدكتورة أم الخير عبد الله أبو الخير، وهي استشارية الأورام في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض. أهلا وسهلا فيك دكتورة، نورتينا. يا أهلا وسهلا فيك. يعني دكتورة، دائما المرأة بيكون عندها هذا الوسواس وهذا الخوف من الإصابة مبدئيا بهذا المرض، دائما بنتكلم وبنقول لازم يكون في الإجراءات، لازم يكون في الفحص المبكر. اليوم حديثنا مختلف تماما وهو الاستئصال الوقائي للثدي السليم. إذا حنتكلم بداية عن الحالات التي قد تلجأ إلى هذا الاستئصال، إيش راح تقولي لنا؟ طبعا هذا لا ينطبق على كل حالة، يعني حتى احنا ما نأيد هذا يعني الإجراء لكل السيدات. احيانا بعض السيدات عند الإصابة تكون قلقانة مرة ومضطربة، وحتى يمكن قرارها ما يكون صائب، تقول لك شيلي لي الاثنين وريحين. هذه العبارة ما نبغى نسمعها ولا نأيدها كأطباء، ولكن في حالات معينة احنا نطرح الموضوع على المريضة ونقول لها عندك هذا الاختيار إذا انت تبغى تختاري. مين هم هذا الفئة؟ هذا اللي نبغى نوضحه احنا. يعني في عندنا احيانا نشيل الثدي لسيدة في ضرورة، يعني في عدة عوامل حسب ارشادات طبية معينة تكون عندهم، مثلا الورمة اذا كانت مصابة في ورم مثلا خبيث في واحد ثدي تكون عدة اورام ولازم يستأصل الثدي، ما نقدر نشيله بس حتى لو اعطيناها اجراء علاج كيميائي او علاج هرموني وصغر يكون الحل لازم النهائي. هذه حالات طبية معينة. الثدي الاخر احنا نعرف كلنا، كل السيدات اذا اصيبت سيدة بسرطان الثدي يعني كأطباء نعرف انه عندها احتمالية خطورة للإصابة بالثدي الاخر، بس بنسبة تقريبا اقل من 1% سنويا تراكمي. ممكن انه هي تزيد، يعني احنا قاعدين نقول انه أيوة. نسبة من عام الى عام اخر بتزيد طبعا، لانه كل ما هذا انه نسبة اثناء فترة حياتها، طول ما هي عايشة هي تشيل، يعني في عندها احتمالية خطورة للإصابة في الثدي الاخر. ولكن في فئة معينة، هذه الفئة مين؟ الفئة اللي يكونوا حاملين الجين الوراثي. احنا عارفين انه 75% من سرطان الثدي 70 الى 75% ما لها سبب، صحيح، ولا احنا عارفين سببها، صحيح. الوراثي 10%، من هذه 10% اللي هو سرطان الثدي الوراثي في عدة جينات عرفت وعارفينها احنا ودرست باستفاضة. من اكثر الجينات اللي درست باستفاضة في هذا واكتشفت تقريبا يزيد على 22 سنة الحين لها، اللي هي براكا 1 وبراكا 2، البي ار سي اي 1 وبي ار سي اي 2 اللي هي بريست كانسر جين. هذه اكتشفت من عام 1994 و1995، يعني شوفي لها اكثر من 20 سنة. صحيح. فهنا عرفنا، صار عندنا كأطباء في دلائل تقول لك مين السيدة اللي أنت لازم تفحصيها لهذه الجينات. يعني كل ما كانت السيدة عند الإصابة سنها جدا صغير مثلا، أوكي، أقل من 40 أو أقل، هو بالأحرى يقولوا لا، يعني هذه دلائل تشير إلى أنها قد تكون حاملة للجين. لو كانت يعني أقل من سن 50، وكل ما كانت أقل سنا كل ما كان تزيد لك هذه احتمالية أنه قد يكون السبب جيني وليس يعني أنه سبب جين وراثي وليس أنه عوامل أخرى. عوامل أخرى إذا كان عندنا العائلة مثلا نفسها، ذكرت السيدة أثناء ما تجينا إحنا نأخذ تاريخ طبي فنشوف التاريخ العائلي، مثلا تقول لك أنا الوالدة جاها سرطان وهي عمرها مثلا 40 سنة، عندي خالتي جاها، وعلم كل ما زاد أعداد المصابين في السن مبكرة ومن نفس الطرف من العائلة، هنا تعطيك احتمالية الوراثة. فهنا في عندنا الآن في كل المستشفيات اللي هي التيرشري كير سنتر، المستشفيات اللي تعالج وفيها مراكز للسرطان، عندهم ما يسمى بأخصائي الاستشارات الوراثية أو الجينيتك كانسلر، فنحول المريضة لها تتاخذ التفاصيل كاملة ونبعث نرسل لها نعمل الفحص. هذا لما تطلع نتيجة الفحص قد تطلع موجبة، وهذا أكثر اللي نعرفه إحنا اللي هم براكا 1 براكا 2، وفي كمان 5 جينات ثانيين عرفوا في السنوات 10 الأخيرة بس
يعني مش كثير عارفين مدى انتشارهم. ما أثبتت فيها الدراسات. يعني لا في لها دراسات برا بس لسه ما نعرف. بشكل قاطع. أيوة. يعني ما نعرف التفاصيل حقتهم زي براكا 1 براكا 2. جميل. وإلى الآن إحنا مشكلتنا كمان يعني نطلع الفحص بس يطلع لك الفحص ممكن يكون موجب. إحنا بنقارنه بإيه؟ لما تطلع لك الفحص إحنا بنعمله في مختبر برا. بيقارنوه بالداتابيس بالقاعدة المعلومات الجينية الموجودة. مثلا لنا إحنا في السعودية ما عندنا إحنا إيش الجينات المسببة للأورام حتى نعرف هل هذه مسبب ولا غير مسبب. إحنا بنقارنها بعندهم فقد تكون بالنسبة لهم سالبة بالنسبة ولكن موجب. أيوة. وهذا الحين اللي إحنا قاعدين بنجمع المعلومات وإن شاء الله قريب بنطلع بنتائج إنه تبين لنا إنه إيش أكثر جين. يعني إحنا الجين الوراثي هذا معروف براكة بس في مكان البروتين في اللي فيه العطب نبغى نصح. أيوة صح. هذا العطب بالضبط هذا وين في أي منطقة هذا اللي نبغى نعرفه. هذا إحنا عارفين الكومن يعني اللي هو متعارف للي برا. إحنا قد يكون نفسهم وقد يكون أقل. قد تكون يعني من دراسة بسيطة يعني صحيح. إحنا مثلا في المستشفى بنعمل هذا الفحص على مدى تقريبا إلي أكثر من 3 سنوات بنعمل هذا الفحص. جميل. للمرضى اللي هم المفروض يتعمل لهم نسبة هذا الجين أو العطب تقريبا 14% نسبة مش صغيرة. لا طبعا طبعا فهذا قد يكون أبداً. من أهم لا يستهان بها صح. وبالذات الوقاية خير من العلاج أكيد. فهنا نرجع لسؤالك الأساسي لما تكون السيدة حاملة عندها هي عطب في الجين إيش يخليها هذا العطب معرضة لماذا؟ لسرطان الثدي؟ لو كانت سليمة ما عندها أي سرطان بس إحنا اكتشفنا أنها حاملة لهذا الجين هنا تكون معرضة لسرطان الثدي بنسبة كم؟ بنسبة عالية جدا بنسبة 85% يعني في حياتها غالبا ستصاب بسرطان الثدي يعني هذا حتما هنا نقول تقريبا إنه بنسبة 85% خلال فترة الحياة هذه واحدة تكون معرضة للإصابة بسرطان المبيض إذا كانت حاملة لسرطان الجين الوراثي براكا 2 كمان لسه مو بس هذه حتى تكونوا معرضين لسرطان الثدي في الرجال يعني الرجال عادة معروف يصابوا بسرطان الثدي بنسبة أقل عن 1% إذا كانوا حاملين لهذا الجين تزيد إلى 6% فالنسبة أعلى فهذه معلومة جدا مهمة معرضين للإصابة بسرطان البروستاتا معرضين للإصابة بسرطان البنكرياس ففي سرطانات أخرى فأنت هنا بتعملي الفحوصات اللازمة والوقاية للكشف المبكر لأي سرطانات ثانية وإذا في عندك شيء دلائل أو شيء ممكن تعمليه يحميها ويقيها من السرطان تمام حنعمله دائما نقول الوقاية خير من العلاج أكيد أكيد بتبقى. فإيش هذه طرق الوقاية؟ عندنا عدة طرق طبعا واحدة منها اللي ذكرتيها اللي هي استئصال الثدي السليم يعني هو معلش ولا مقطوعة لحديثك يعني دكتورة أنا الآن مثلا صار في حالة فيها مثلا نسبة معينة أنه هي حاملة لهذا المرض وسليمة ولا مصابة؟ وسليمة أيوة. ليش أنا استأصلت هذا الصدر ما هو ممكن أيوة. يجيها هذا المرض طالما في مكان سليمة. ثاني أيوة. طالما سليمة هنا عندنا عدة خيارات ممكن نقول لها إحنا ما نستأصل لك الثدي ولكن نتابع إحنا لو استأصلنا الثدي في أنت تكون نسبة وقايتك من السرطان أكثر من 90% لأنه يعني المرأة معرضة أنه هو يجيها مثلا لأنه بالثدي أكثر واحد في الثدي 85% احتمالية إصابة الثدي فتقولي لها أنه هنا إحنا نستأصل الثديين ممكن نشيل الاحتمالية المدة يعني لنسبة تتجاوز 90% فهذه نسبة عالية أو ممكن بس إحنا نحط في بالنا أنه حتى الاستئصال الكامل لا يلغي النسبة 100% هذا واحد أيوة. هذه لازم تكون في البال يقلل يقللها بنسبة تفوق 90% نسبة عالية نسبة مو بسيطة طبعا مش بسيطة هذه واحدة ولكن لها تبعيات فإحنا نقول لها هذه المعلومة ولازم تكون تستوعبها عشان كذا دائما ما يكون القرار من يوم الأول اللي أنت تشوفي فيه المريضة أنت تقولي لها الخبر وتعطيها المعلومات وتعطي لها الإرشادات وتعطي لها لو وجد كتيبات وتخليها تروح وتقرأ وتفهم إيش بالضبط وبعدين ترجع لك مش من اللي القرار مش لازم أعمله اليوم ولا بكرة يعني أنا أعطي لها مساحة يعني تمتص تفكر أيوة الصدمة أيوة القرار. مش تستعجل وبعدين تندم صح. فهذه واحدة من الأشياء ممكن بالذات أنه إحنا عارفين حتى لو استأصلنا الاستئصال
يعني يقلل من نسبة الوفيات الناتجة لسرطان الثدي، ولكن لا يقلل من نسبة الوفيات بصورة عامة. يعني فهنا تقولي لها، أنت توضحي لها الفكرة بس، وترجع لشخصية المريضة. يعني في الحلول الأخرى أنه ممكن أنت تكوني متابعة، أو المتابعة كمان والفحص الدوري، الفحص الدوري بشكل مستمر. صحيح. فحص الإكلينيكي زائد الفحص اللي هو بالرنين المغناطيسي زائد الماموغرافي، لأنه الماموغرافي لحاله ما يكفي، لأنه هذه الفئة من السيدات الحاملة للسرطان لازم يكون في دقة أكثر في الفحص. أيوة. يعني نعطي لهم أكثر، لأنه عادة أحيانا يكون هم صغار في السن، يكون الثدي أكثر كثافة فما يبين بالماموغرام كثير، يكون احتمالية حدوث سرطان بين الفحص والفحص الثاني أعلى من الأشخاص العاديين. فعشان كذا نميل إلى أنه نعمل أكثر من أشعة وليس أشعة واحدة، نسوي الرنين المغناطيسي حسب التوصيات. يعني هذه كلها دراسات عملت باستفاضة في الخارج وإحنا بنطبقها، أنه يعني الرنين المفروض نبدأه للسيدة من عمر، أو للبنت من عمر 25 سنة. أكيد في مرحلة أستاذ دكتورة يعني بتكون يعني دائما عايشة في قلق. أيوة. السيدة، فهنا نرجع لشخصية، هنا تيجي لشخصية المريضة. في مريضات ما يبغوا يعيشوا هذا القلق أبدا، تقول لك لا أنا أشيل ونعمل ثدي صناعي، يعني ترميم وتجميل وخلاص، وأشيل هذا الهدك من عندي. هذا جزء، لكن في أجزاء آخر، في الجزء الثاني من المرض اللي هو احتمالية الإصابة بسرطان المبيض. وللأسف سرطان المبيض ما عندنا القلق الآخر. أيوة. سرطان المبيض ما في فحوصات دورية تقدر تكتشفه بدري، هذه مشكلة سرطان المبيض. أكيد. يعني الحديث والموضوع كبير جدا، لكن وقتنا للأسف يعني انتهى دكتورة. يعني فعليا موضوع مهم جدا، دائما بنتكلم عن الوعي، لكن اليوم نحتاج أكيد للحديث أكثر، وأكيد لنا وقفة أخرى مع حضرتك. كل شكر لك دكتورة أم الخير عبد الله أبو الخير، استشارية الأورام في مدينة الملك عبد العزيز الطبية. شكرا لك. مشاهدينا معنا مشاركة حول مسابقة اليوم وسؤال اليوم. هلا وسهلا فيك مشاعل، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وسهلا. حياك الله يرضى عليك. الإجابة الدكتورة خلوها هزاع. إن شاء الله يحالفك الحظ وتكوني من الفائزات معنا، وإجابتك الدكتورة سلوى الهزاع. شكرا لك. إن شاء الله، الله يجزاك خير. شكرا لك. معنا أبرار، هلا وسهلا فيك يا أبرار، تفضلي. هلا وسهلا. عليكم السلام، كيف الحال؟ الحمد لله تمام، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. الله يعافيكم. الإجابة الأولى إن شاء الله دكتورة سلوى الهزاع. دكتورة سلوى الهزاع، نتمنى لحالفك الحظ معنا. شكرا لك. إن شاء الله، شكرا لكم. معنا اتصالات ثانية. شكرا أكيد لكل المشاركات معنا في سؤال اليوم. مشاهدينا بنكون إلى بكذا وصلنا إلى ختام حلقتنا، أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من المعلومات اللي قدمناها من خلال حلقتنا اليوم وموضوعاتنا التي طرحناها داخل استوديو، ومن خلال أيضا المداخلات الهاتفية. ومن هنا إلى أن نلقاكم غدا، نترككم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.